مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، حشود من طلاب جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وقف التضامن للقضية الفلسطينية. هنخش كده مع حضراتكم ونعرف آراء الطلاب. السلام عليكم، أتعرف بحضرتك؟ مريم، كلية زراعة. كلية زراعة. قلنا مريم، ماذا يحدث في جامعة قناة السويس وما ردود أفعالكم للقضية الفلسطينية؟ احنا هنا جايين بندعم القناة، بندعم القضية الفلسطينية، وجايين علشان ندعم كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن إن شاء الله فلسطين هتتحرك، وإن احنا كلنا إيد واحدة، وهي قضيتنا كلنا مش بس فلسطين، وأهلنا كلنا، وبندعمهم ونحفزهم إن احنا إن شاء الله بإذن الله تتحرك وإن شاء الله. تمام، اهلا بك على جريدة اهل مصر. عرفينا باسم حضرتك كده. انا مريم، كليه زراعه. مريم برضه؟ تمام. احنا جايين النهارده ندعم اهل فلسطين، واحنا بندعم القضيه الفلسطينيه، مش هنسيب لا فلسطين ولا سينا. احنا مش مستحملين اللي بيحصل مع اطفال اللي هم زي ولادنا زي اخواتنا في فلسطين، ومش ساكتين على كل ده، وبندعم الرئيس السيسي في اي قرار بياخده، واحنا مش هنسيب بلدنا. اهلا بك على جريدة اهل مصر. انا ايمان محمد، وكلنا احنا هنا في الجامعه كلنا معاك يا فلسطين واهل غزه، ومع الاطفال اللي شغالين في كل الشوارع. اللي بيحصل ده حرام بجد، يعني احنا معاكم ان شاء الله من هنا، والرئيس السيسي مش هيسيبكم، كل الشعوب العربيه باذن الله هتبقى واحده، وهنحرر القدس ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله. انا منور جمال، كنت قولي براحتك، قولي ماشي عادي. انا ونور كلية زراعة، جايين النهارده نعمل حملة ضمانية انا وكل زمايلي النهارده علشان نقف مع القضية الفلسطينية ونساندها، لان اللي بيحصل في فلسطين ده اطفال ما يرضيش ربنا ولا يرضى اي حد. دي قضية انسانية قبل ما تكون قضية اسلامية او اي حاجة، فلازم كلنا نحرك الانسانية اللي جوانا ونقف مع اخواتنا عشان نحرك اي اطفال اللي بيدرسوا ده كلهم. هم اصلا بيحاربوا ميدانيين وما بيحاربوش جيش، يعني هم تمام. يعني كده مع حضراتكم، اهلا بك على جريدة اهل مصر. انا اسمي احمد عبد اللطيف، مكان التنسيق واقفين وقفه ضمانيه مع الاحداث اللي بتحصل مع اهل غزه، لان اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا وما يرضيش اي حد خالص، حرام. يعني مستمرين مع حضراتكم كده لطلاب يا يهود. خيبر خيبر يا يهود. خيبر خيبر يا يهود. ليس محمد.